مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح، نمشيو توت سويت مع ستوري اكسبريس. ستوري اكسبريس، ستوري اكسبريس، كنا طرحنا السؤال، حتى جيني الإجابة، مازال ما عنديش النتائج. كنا طرحنا السؤال في ستوري اكسبريس على التفاعل معناتها نتاعكم مع الاستشارة الإلكترونية. لو كان شاركتوا في الاستشارة الإلكترونية، كيفاش تقيموا التجربة نتاعكم؟ نعرفوا اللي مثلا بيان سور مش برشا توانسة شاركوا، ما حابين ناخذوا فكرة مع اللي شاركوا معناتها شنو التفاعل نتاعهم. دونك 1000 اكثر من 1500 تفاعلوا معنا، و 60% منهم يقولوا انه الاستشارة الإلكترونية كانت جيدة، تجربتهم انطوكا مع الاستشارة الإلكترونية جيدة، و 40% يقولوا غير جيدة. معنا في المباشر سي سلاح دين الجورشي. صباح النور ومرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. سي سلاح، يومك سعيد، مرحبا بك. مرحبا، شكرا لك على تفاعلك معنا اليوم. صباح سي سلاح، باش نتفاعلوا على موضوع الاستشاره، ماذا بيا نتفاعلوا على الاكتواليتي زاده نتاع موضوع المساله للقضاء. خلينا نبداو من الاستشاره. 60% من اللي جاوبونا، ديما نقول مستبرره علمي، ولكن معناتها يتفاعلوا معنا على صفحتنا في الفيسبوك. 60% يقولوا تجربتهم كانت جيده، 40% يقولوا غير جيده. ما نعرفش كان شاركت فيها انت الاستشاره الالكترونيه سي سلاح. والله الحقيقة لحد الآن ما دخلتش وما شاركتش، لكن عندي أصداء من الناس اللي شاركوا، ولكن اللي لاحظته هو أنه اللي يقول أني كانت مشاركته جيدة، إيش معناها جيدة؟ أنا ونجم يفهم الأسئلة، هل استطاع أنه يجيب عن كل الأسئلة المطروحة؟ هل يعتقد بأن الأجوبة اللي قدمها ستكون لها صدى وستؤثر في السياق العام؟ المهم هو أنه يبدو واضحا بأن هناك تصاعد أو معناها مشاركة تتصاعد يوما بعد يوم في هذه الاستشارة، ولكن اللي لاحظته أيضا أنه ما فماش نقاش وطني، ما فماش نقاش عام. يمكن يقع نقاش على مستوى ضيق بعض الأصدقاء في بعض العائلات، لكن على المستوى الوطني يبدو بأن هناك هموم أخرى وأولويات أخرى فارضة نفسها على المواطنين، وتجعلهم معناها غير مستوعبين هذه الثنائية اللي يعيشوها بين مشاكل حقيقية قاعدة تحصل يوما بعد يوم، مثل زيادة في الأسعار اللي قاعدة الآن مركزة ياسر وماخذة تقريبا جزء كبير من اهتمام المواطنين، الصراعات الاجتماعية، الحديث عن ثم جانب يتعلق بأزمة الحريات، ولكن الاستشارة الناس قاعدة تشارك ولكن بدون أن يكون لذلك صدى على مستوى النقاش العام. بالنسبة هو اليوم سي فغي معناتها الأسئلة، فما جانب معناتها فما الأجوبة فيهم تحرير، جانب تحريري معناها اتسيتيغا، دونك ما زلت فما تساؤلات. شفنا الندوة أنا تبعتها الكل معناتها لوزير التكنولوجيا ووزير الشباب والرياضة، حاولوا يجاوبوا على عديد الأسئلة معناتها والتساؤلات معناتها نتاع الصحفيين. بيرسونيلمون معناتها اليوم فما يقعد واحد من المشاكل معناتها اليوم المواطنه نتاعنا يعبر تعبر عليها نوع اونتخوتر معناتها عندك بطاقه تعريف وطنيه، اي واحد عنده بطاقه تعريف وطنيه، ولكن مش اي واحد الهاتف الجوال نتاعو اللي باش يبعثوا لك به الكود باسمه معناتها ينجم يكون تابع شركه هو يخدم فيها وغيره. دونك هذوما الكل ماهمش قاعدين ينجموا يشاركوا، مازال ما عندناش اجابه واضحه وحل في هذا السياق اتسيتيرا. دونك فما نقاط مازالت لازمها تتوضح. مانتونو نمشيو ابعد من هكا سي سلاح، معناتها الاستشاره باش يشاركوا فيها اللي باش يشاركوا والمخرج تاعها، كيفاش هذا نجم يتحول غدوه معناتها الى شنو باش يتحول؟ شنو الانتظارات معناتها باش يصير عليهم؟ باش يولي برنامج في حد ذاته؟ باش يولي للرئيس؟ باش يولي برنامج للحكومه معناها؟ باش يولي الاستفتاء باش يتبنى ممكن على بعض المخرجات معناتها اللي ترجع ديما الافكار؟ حسبك شنو ما الا الاستشاره هذه من بعد معناها؟ شوف انا يظهر لي معناها هم الان قاعدين يطوروا شويه في بعض المسائل اللي ذكرها
وزير الشباب والرياضة أنه أثناء عملية التطبيق تم عدل في بعض الأسئلة وبسط بعض الأسئلة الأخرى، لكن في نهاية الأمر كما قلت أنت شنو اللي باش يترتب عليه؟ باش يترتب عليه أنه أولا يلزم فترة باش يعملوا معناها تحليل وتفكيك خاصة الأسئلة المفتوحة، وهذه باش تكون هناك إشكال تقني، لكن مش كتتجاوز الإشكال التقني سيدي، بعد ما الناس شاركت وفينا في شهر مارس باش تتلم هالكمية هذه كلها من الإجابات ويقع تبويبها والخروج بمجموعة من القضايا. باش يقولوا مثلا التوانسة يحبوا تعليم جيد، أوكي التوانسة معناها يحبوا النقطة الفلانية معناها يقع تعميق على مستوى الرياضة، التوانسة يحبوا كذا، هذاك كلها شنو معناها باش يعني السؤال اللي ماهوش واضح لدى التونسيين، وانه بعد ما باش يعبروا عن افكارهم وعن تطلعاتهم وعن امالهم، هذا باش يتحول الى برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي، وبالتالي معناها باش ندخلوا في عمليه التنفيذ، عمليه التنفيذ اللي هي مش باش تخرج في تقديري معناها عن هموم التوانسه وعن الاولويات التوانسه اللي وضعوها منذ فتره من طويله حتى من قبل الثوره في تونس، ومن بعد باش تجي الامر الاخر اللي هو اكثر اهميه في تقديري هي قضيه التمويل وكيفيه تطبيق هذا البرنامج. هو هنا الحقيقه لا الحكومه ولا رئيس الجمهوريه ولا حتى عنده اجابه عن هذا السؤال، لانه بدون اموال وبدون كوادر حقيقيه وبدون التحام فعلي بالشعب التونسي، شنو قيمه الوثيقه الجديده منبثقه عن استشاره معناها وطنيه؟ مش قلنا تاثيرها محدود جدا وقيمتها محدوده جدا، لانه ثم اسئله معروفه من قبل، رئيس الجمهوريه ماشي في اتجاه انه يحب نظام رئاسي، هذا هل انه ما ستقوله الاغلبيه في هذا الجانب يعتبر فيه مصلحه او بالضروره ينجم يكون فيه هو الفائده الوحيده للتوانسه، ولا ينجم يكون نظام رئاسي في برشا عيوب وفي برشا ثغرات ممكن يؤدي بنا الى وضع معناه استبدادي؟ الاجابات ليست هدف في حد ذاتها، بقدر ما في غياب وعي، في غياب معناه نقاش وطني، في غياب معناه حوار حقيقي يتحقق في البلاد. لكن اللي توا في عشرتك نحب نرجع لك المساله اللي اشرت لها قبل شويه، هي انه هذه اجابات قاعده وهذه الناس قاعده تساهم، اي والواقع الموضوعي اللي قاعد يقول لنا بان الازمه الاقتصاديه هي رقم واحد، والازمه الاقتصاديه هي التحدي اللي تهدد الامن القومي نتاع البلاد، وقضيه معناها الضعف المالي للدوله قاعد تتكشف الاثار نتاعه على اكثر من صعيد. يعني كان واحد راكب في فلوكه هي قاعده تغرق وهو قاعد يلعب بالانترنت او يعمل في حاجه اخرى، دونك ما ثماش علاقه عضويه ما بين ما هو الان نحبوا نشغلوا به الناس ونحبوا يشاركوا فيه الناس وما بين واقعهم المعاش اللي هو واقع يعني فيه صعوبات خطيره جدا وفيه منعرجات ممكن تؤدي الى مصائب على المستوى الوطني. هذا هو الفارق او الاشكاليه اللي هي قائمه حاليا. واضح. سي صلاح الدين جورشي، هذا بالنسبه لموضوع الاستشاره. حبيت نمشي معاك شويه على موضوع المس على القضاء، بما انه الاكتواليتي نتاع البارح وكان معنا قبليك في مداخله حصريه رئيس مجلس اعلى للقضاء. نذكر تخي رابيدمون اللي التحقوا بنا الان، دونك للي ما في بالوش، دونك رئيس الجمهوريه قيس سعيد البارح ختم البارح الاربعاء 19 جانفي 2022 مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 34 سنه 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخوله لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء. هذا هو تجدر الاشاره، لانه المنحه تقدر ب 2364 دينار اضافه الى 400 لتر من الوقود، هذوما نحا، ولكن ما فماش حل مجلس على القضاء او غيره. اليوم حصريا تفاعل معنا قبيك رئيس مجلس على القضاء يقول لك احنا بدينا كي بدينا نخدموا قعدنا 7 شهور ما خلصناش، ما قلقناش باش نكملوا العهد نتاعنا حتى لاكتوبر 2022 من غير ما نخلصوا، دونك باش نكملوا نخدموا على رواحنا. والله انا تمنيت انه رئيس الجمهوريه ما يعملش المرسوم هذايا ما يصحش فيه، علاش؟ لانه زاد خلق حاله من الارباك لدى عموم المواطنين، خاطرش معناها كانه القضاة هذوما اللي قاعدين يتعرضوا الى هكذا توا مدى سنوات، صحيح عندهم اخطاء وفيهم فيهم البعض منحرفين وفيهم البعض اللي ياخذ رشاوى وكذا، لكن عموم نحكي على الجسم القضائي، الجسم القضائي قاعد يقدم بصوره سيئه جدا،
ولات معناها قيمته طاحت في ولا كانه المجلس الاعلى للقضاء ناس معناها ناس مختصين هذه خدمتهم وهذه كذا ولاو كانهم طلاب كانهم معناها يخدموا ويتحاكموا من اجل معناها الاربع سور دي هذه نتاع المنح. هذه الصوره صوره سيئه لمؤسسه قضائيه نريدها ان تكون في المستوى ونريد ان نرتقي بها. وهذا يدل اللي في الحقيقه العلاقه ما بين رئاسه الجمهوريه ومجلس القضاء ماشيه نحو مزيد من التصعيد. وبالتالي معناها نحطوا في حسابنا انه كما رئيس الجمهوريه دخل في صراع مع الاحزاب ومع معناها البرلمان ومع كل ما عنده علاقه بالحياه الحزبيه، الان داخل رئيس الجمهوريه في صراع مفتوح مع القضاء ومع المؤسسه القضائيه. النتيجه اش باش تكون؟ معناها ربما رئيس الجمهوريه في الخطوه القادمه باش يحل مجلس الاعلى للقضاء، يعني العقوبه هذه اللي عملها القضاة ماهيش هي نهايه المطاف، معناها ينجم في خطوه اخرى يعمل مجلس اعلى ويعين اللي يحب هو، وبالتالي ندخل في سياق معناها غير نظيف وغير سليم ولا نريده معناها لبلادنا. على كل حال انا اللي قاعد نشوف فيه من ناحيه اخرى هو انه اوساط القضاة قاعدين يتضامنوا اكثر فيما بينهم، قاعدين يفكروا في طرق اعمل من اجل الدفاع عن المؤسسه القضائيه اللي ينتميون اليها، وبالتالي ربما سنشهد السنه هذه والاشهر القادمه مزيد من الصراع بين الطرفين على حساب العداله وعلى حساب الاستقرار وعلى حساب تونس التي نريدها تكون مشرقة غدا. واضح واضح سي صلاح الدين جورشي. بالنسبة للمجلس الأعلى القضاء تفاعلك، فهم برشا مستمعين دايوغ متفاعلين معنا هذا السياق، برشا تساؤلات قعدت أولا معناتها كي صارت ميزاجور، خاطر كي هبطت بوبليكاسيون على صفحة الرئاسة صارت ميزاجور بعد بالمنحة، فما عباد كي اكتشفوا المنحة نقرا مقبيكا في التعليق معناتها اليوم الصباح مع الزملاء، فما برشا عباد كي اكتشفوا المنحة هذيا معناتها يقول لك ديما عندنا المشكل معناتها الريسك بتاع الكوربسيون كل ما ديجا اعتبروا انه المنحه ماهيش عاليه على المبدا معناتها ماهيش كبيره، ولكن في نفس الوقت هم برشا عباد بتبيع مساندين رئيس الجمهوريه يقول له معناتها لازم التنظيف وتنظف القضاء، يعني اليوم السيتواسيون توكا لقوا فيها رواحهم معناتها اعضاء المجلس على القضاء اليوم بيجي كما كنت نتسائل انا بيدي قبيليك، انت كنت عندك منحه على عمل تقوم به، المنحه هذه تنحاتك، يعني شنو المفهوم هنا؟ شنو المقصود حسب رايك صحتي جورجي؟ هو نوع من العقوبه، هو كما مثلا انا كنت عضو في رئيس الجمهوريه كان ينجم يحل مساله القضاء. هو يبدو قاعد يمشي بشوي بشوي، معناها بشوي معناها ما يحبش يدخل طول، لانه شاف بدا الكلام الحديث حول حل مجلس الاعلى للقضاء وهذا باش يعتبر التدخل مباشر في المؤسسه القضائيه، فاذا اتبع اسلوب اخر. هو انه معناها تحجيم وتشويه سمعه او على الاقل التقليل من شانه والتقليل من شان القضاة، والان جاء معناها حرمانه من منحه معناها ماليه كما كنت تحكي انت ماهيش كبيره، هذا كنت عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثلاث ست سنوات قبل الثوره فهمتني، وكان يعطيه حكايه 50 60 دينار في الجلسه، يعني القضيه ماهيش معناها بهالخطوره، شو معناها شو معناها شو معناها منحه؟ معناها يا اخي توا رئيس الجمهوريه مش ياخذ 30 مليون، معناها نقولوا احنا رئيس الجمهوريه معناها نحيوا له المنحه نودوا 10,000، لا يعني القضيه هي قضيه رمزيه، قضيه على مستوى المبدئي وعلى مستوى العلاقات، على مستوى الاحترام، على مستوى الصيغه التي نريد ان نخرج بها المجلس الاعلى للقضاء والقضاة. لذلك برشا الناس اللي باش يطلعوا ويشوفوا باش يحطوا معناها القاضي امام صوره سيئه جدا، هل هذا يخدم تونس؟ هل هذا يخدم الرئيس؟ صحيح ثم ناس برشا ناس معناها ما تحبش القضاة لانه قعدوا القضيه الفلانيه ويسمع ان القاضي الفلاني، لكن نتصوروا البلاد بدون معناها القضاة، ونتصوروا البلاد معناها بدون مؤسسه قضائيه مستقله، خاصه ان المجلس الاعلى للقضاء هو اهم مكسب تحصل عليه القضاة، ايش معناها المجلس الاعلى للقضاء في تونس؟ معناها هو هيئه عليا تهتم بشؤون القضاة في مستوى اعمالهم المهنيه، وبالتالي يقع انتخابها من القضاة انفسهم، قبل معناها هما كان يقع تعيينهم من رئيس الجمهوريه.
الجمهورية، وهو هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. إذا تم عملية استقلالية معناها مهمة كخطوة نحو الاستقلالية، وبالتالي دعم لهذه المؤسسة باش تتحرك بطريقة ذاتية وانطلاقة. صحيح يقول بعض الناس اش وقع قبل 10 سنوات؟ هذا مش عند القضاة فقط، في كل المؤسسات شنو اللي وقع معناها. تم عملنا هياكل ولقينا تم مشاكل، لكن نلقى المشكلة إذا نحلها، وإلا كي نلقى المشكلة نلغي المجالس هذه ونلغي السياق كامل ونعاود نرجع المجلس المؤسسة القضية لتحت خاضع للسلطة التنفيذية. احنا قاعدين نوخر على مستوى المفاهيم وعلى مستوى ما باش يقع غدا. هذاك عشان نعتبر أن هذا الإجراء إجراء لن تكون له تداعيات لصالح رئيس الجمهورية، بل ستعمق صراع بينه وبين كتلة من القضاة قاعدين يتوسعوا تدريجيا. تقريبا كل هيكل القضائية معناها الآن عندها موقف من سياسة الرئيس تجاه القضاء. شكرا لك سيد سهل الجوشي على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريس وفي فقره ستوري اكسبريس، وحبينا نرجع زاد على الاكتواليتي نتاع البارح في الليل بالاعلان نتاع رئيس الجمهوريه والمرسوم اللي صدر. نذكروا انه رئيس الجمهوريه دونك اختم البارح 4/19/2022 مرسوم ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخوله لاعضاء المجلس على القضاء. المنحه تقدر ب 2364 دينار و 400 لتر من الوقود ثم تنحو. شكرا لك سلسلة حدين جوشي. فاصل قصير راجعين. أيمن امتيمت في غدوة خير يحكينا على تندانس توا متاع اللي سالون تاع التكنولوجيا كما الكونسومر الكترونيك شو سي اس لاس فيغاس، و بعد في كلام الذهب معنا سي جمال القصيبي. راجعين